أخذنا جولة في شارع أكسفورد. هذه البوابة أو قوس النصر يسمونه مارب العرش. خلونا ناخذ هذا الشارع. ايش رايكم؟ هذا الفندق هارد روك من اجمل الفنادق يعني في اكسفورد ستريت. هارد روك انا سكنت فيه هذا قبل كم سنه. شيء جميل. المدينة اليوم ما شاء الله مطر، وأمس مطر، صار لنا كم يوم مطر والأجواء رائعة جدا. يعني المطر خفيف مثل الرذاذ. هاي السنيورة، كاسي لندن معظمها هذا التاكسي القديم اللي هو البنزين. الكاسي الجديدة كلها الكهرباء. هذا تاكسي قديم، هذا جديد. هذيلي على الكهرباء معظمهم الآن، ما لهم صوت أبدا. يلا يلا خلنا نمشي. فندق بعد البيت. مطر الثاني. ايوه. هو مطر الثاني. اي نفس الشارع، الشارع الرود هناك وشارع الثاني هذا اللي بظهره. عشان ذاك مزدحم سيارات. هذا فاضي. من يعتبر فاضي هذا. هاي تليفونات يعني ما في احد يستعملها الحين. ما في احد يستعمل هسه التليفونات الحمراء هذه، خلاص انتهت هذه. يمكن ما يعيشون بالشهرة ما عندهم فلوس. ما في احد الحين، كل واحد عنده موبايل بيده وخلاص. الشغلات انتهت الحين، ما عادت موجودة. يعني احنا كم يوم صارنا بلندن؟ أربعة. اليوم الرابع لنا في لندن. الرابع والخامس. أو لا الخامس، الخامس. إحنا هنا متى؟ الخامس يوم. إحنا رحنا الجمعة. إحنا وصلنا الجمعة. إيه الجمعة. اليوم شو؟ اليوم الخميس. اليوم الخميس. أي عدل. الجمعة وصلنا والسبت والأحد اثنين ثلاثة أربعة خميس. اليوم السابع أو السادس. لا اليوم السابع. خميس بكرة الجمعة. يوم السابع. سابع يوم اليوم لنا. هنا الجمعة بالليل الساعة 6. بس ما شاء الله حلوة. يعني واحد يتمشى بالمطر في لندن شيء عجيب. مطر خفيف جدا يعني رذاذ، وبالليل يصير يعني يصير أقوى شوي، مو غزير جدا، معقول يعني. هذا شنو فندق هذا؟ كأنه فندق أو شقة فندقية. والله المكان هادي هذا. خلينا نشوف هذا العنوان، نسكن فيه مرة ثانية. نشوف هذا، ممكن نسكن فيه مرة ثانية. نشوف فيه خليجيين يسكنون بهالمكان هذا. أتوقع هذه شقق فندقية. حالات المطر والله.
سيدة. يا سلام، يلا حلف. يا سلام، تعال تعال ناخذ اللقطة هذه. ملينا من شارع جوار رود وشارع هاي الشوارع الخلفية أهدى وأفضل واحد يتمشى فيها، وكلها جميلة جدا. هذه كنا معاهد للتعليم هنا، ما شاء الله. أوه طلبة مدارس، هذه مدرسة تحت في طلبة، هذه مدرسة هذه. أي والله ما تعرف البيت من المدرسة هني، ما تعرف هذا بيت ولا مدرسة، هذه مدارس والبيوت نفس التصميم. المدينة جميلة، مطار ولا أحلى من هالجو هذا. أمس واليوم الجو جميل، مطر خفيف، وتتمشى ما تمل يعني، ممكن تمشي من الصبح للظهر للعصر وترتاح لك شوي وتكمل، تتغدى وتكمل، تتعشى وتكمل. كثر ما الجو حلو يعني، كثر ما الجو جميل. هذه السيارات كلها شحن، يشحن سيارته، ركب الكيبل ويشحن السيارة. من معك لنفسه؟ طبعا انا راح اوديكم مطعم، اللي حاب يجي لندن ويبي مطعم رخيص واكل من احلى ما يكون، يعني تبي رز، كباب لحم، كباب دجاج، زين، لبن، شاي، مشويات، كل أنواع المشويات، وأكل حلال من أحلى ما يكون. مطعم كله عوائل، ومن أجمل ما يكون. طاولاته نظيفة، خدمته ممتازة، وسعره رخيص. صراحة هذا شوف شارع جوار رود يعني نهبنا، كل المطاعم غالية، يعني تقعد أنت وزوجتك وأولادك تأكلون تطلع لك الفاتورة 150-160 باوند. في هذا المطعم اللي بقول لكم عنه، هو مطعم عراقي كردستان، اسمه مطعم كردستان، في جوار رود ولكن في نهاية شارع جوار رود بعد محطة جوار رود، محطة القطار يعني. من أجمل المطاعم اللي أكلم فيها، أكله جميل، تأكل كأنك يعني في الكويت، في العراق، في يعني دول الأكل الخليجي هذا، أو الأكل العراقي اللي هو الرز مع الكباب مع التكة مع مرق بامية، مرق فاصوليا، مرق مشعر، يعني فنان يعني ما شاء الله عليه. لبن بنعناع، شنو ما تبي ما شاء الله. وتاكل، انا يعني كنا ناكل 5-6 اشخاص، يعني اول يوم اكلنا فيه 6 اشخاص، الفاتورة طلعت يعني تفاجئنا من الفاتورة طلعت 67 باوند، رغم ان احنا طالبين مشويات، لان الفاتورة طلعت رخيصة، يعني انصدمنا من السعر. وهذا المطعم دلاني عليه تاكسي وصلني، جابني من المطار لغاية الفندق، وكان شخص شاب عراقي جميل محترم، وصلني وقال، فسألته عن في مطعم هني ممتاز، فقال لي روح مطعم كردستان
وترك عندك المطاعم الاجواء الرود هذه كلها غاليه. روح مطعم كردستان والله بعد تقريبا يومين او ثلاث ايام رحت المطعم هذا وتفاجأت بالاسعار، فعلا اسعار رخيصه ومن اجمل يعني اكله جميل بشكل يعني طعم الاكل اللي يسويه شيء عجيب يعني روعه يعني روعه. والسعر يعني كان قاعد في بلدك يعني اسعار ممتازه يعني معقوله جدا معقوله. انا اوصلكم عند مطعم كردستان طبعا شايفين اللي هناك، انا اوريكم اياه شايفين اللي هناك ذاك هناك مقهى صبعي، هذه مقهى كويتي اسمه مقهى المباركيه. انا اجلس هنا تقريبا يوميا، هذه ايضا من المقاهي الرخيصه اللي حاب يدخن يشرب شيشه، وهذا الشيشة رخيصة عندهم هي 12 باوند يعني مو رخيصة بالنسبة لأسعارنا بالكويت مثلا، لا طبعا الكويت أرخص بكثير، ولكن بالنسبة للندن هذه تعتبر بلاش يعني. يعني أي مقهى تروح يعني أي مقهى في جوال رود الشيشة 25 باوند 30 باوند يعني غالية جدا. الا هذا المقهى اللي احنا تقريبا كل سنه او كل ما اجي لندن انا قاعد في مقهى المباركيه، لانها هذه كلها حق الكويتيين تقريبا كلها كويتيين، الشباب اللي قاعدين فيها كلها كويتيين. ف جميله جدا، راح تلاقي كل معالم الكويت حاطينها، صور الكويت، تلفزيون الكويت، هذا اسمها المباركيه هاي بينها هذه المباركية، مقهى المباركية حق اللي حاب يجي فيها. بعد فيها مطعم فطاير، تبي تطلب فطاير ما فطاير عشاء حقك حق أولادك هم السعر رخيص جدا. والقهوة هذه ممتازة، تشرب شاي قهوة كذا كلها على باوند واحد، يعني تشرب شاي باوند، قهوة تبي باوند، بس عندهم شيشة 12 بس. يعني لو تروح أي قهوة ثانية أي مقهى ثاني الشيشة بروحها 25-30 كذي، هذا أسعارهم. والشاي يعني هم بعد يدخلك خمسة باوند 6 باوند الشاي، قهوة نفس السعر، فالأسعار غالية. لكن هذه القهوة كل شيء فيها في كل شيء باوند، حتى تبي ماي هم يأخذ عليك باوند واحد. بينما المقاهي الثانية يعني الأسعار جدا عالية. الآن تقريبا قربنا نوصل من الفندق اللي احنا ساكنين فيه، ويصير في نهاية الشارع هذا على اليسار ثم إلى الأمام تلاقي الفندق، لكن أنا ما راح أروح الفندق، أنا بروح المطعم أتغدى بعدين أرجع. بس أنا بدليكم بخلي الكاميرا شغالة لغاية ما نوصل إلى مطعم كردستان، وأصور لكم الأكل حتى تشوفون. شوفوا هذا الكنيسة شنو قديمة، شوفوا الكنيسة شنو قديمة، شوفوا الباب الخشبي هذا الجميل، هذا الصليب، وين الصليب هذا فوق، هذا الصليب اللي فوق، كنيسة قديمة جدا تاريخ. أنا أحب لندن، ليش لندن؟ لأنه البلد نظيف ومرتب، بلدهم جميل معتنين في كل شيء، كل شيء، كل أطرافه، كل الأرضيات، ما تلاقي شيء خربان قدامك، ما تلقى شيء مكسر إلا النادر يعني. الشوارع كلها نظيفة، كلها جديدة، ما فيها حصى مكسر مثل يعني خاصة شوارعنا في الكويت يعني والله تبكي يعني كل ما تمر هنا تشوف الجمال هالبلاد هذه. يعني تتحسر على البلد على الكويت. الكويت يعني للأسف شوارعنا يعني من ينزل المطر جزء كبير منها يتكسر ويدمر بسبب الفساد. يلا الله كريم الله كريم الله كريم.
فنعدي يلا عدهم فنعدي الشارع بسرعة 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 بسرعة. عبرنا شارع من غير ما اشوف هذا الاشارة حمراء ولا خضراء. انا شفت اشارة خضراء بس عديتها طلعت الخضراء حق الجهة هذه. يلا مو مشكلة. هذا بالوجه هذا الفندق اللي مقابلك والفندق اللي انا ساكن فيه. انا تقريبا سكنت فيه هذا في حدود يعني تقريبا 4 أو 5 مرات الان. انا الفندق هنا يمه. واو انا اشوف وين هذه محطة جوار رود. انا يعني تقريبا يوميا اركب القطار من هذه المحطة الى يعني الى الاماكن اللي انا ازورها في لندن كل يوم. يعني تشتري كرت من الماكينة يعني كرت مدة حق اسبوع بعدين لما ينتهي يجدد اسبوع ثاني. الهواء بارد. صار لنا كم يوم كان درجة الحرارة ماينس أربعة الفجر يعني أو الصبح. وكانت البحيرات يعني اللي نزورها بالحدائق تكون معظمها متجمد. الآن هذا الشارع جوار رود أمامنا وهذا الفندق فندق هيلتون. اللي حاب يعرف هذا المطعم وين مكانه انا الحين راح اتجه الى هذا المطعم. الان هذا نهاية تقريبا شارع جبل رود. انزين تروحون الى بعد الجسر هذا امامكم بعد الجسر على اليمين اكو مطعم اسمه كردستان. تمشي لي تقريبا 200 متر اكو مطعم اسمه كردستان. راح نروح لعده ونتغدى إن شاء الله. يعني طبعا معظم المحلات مكتوبة بالعربي. يعني معظم المطاعم والسوبر ماركت يعني يسمونه شارع العرب يعني أو شارع جوار رود كله عربي. المطاعم هنا كلها تلقى عليها مكتوب حلال. تلاقي دائما المطاعم اللي يشتغلون فيها دائما عرب ومسلمين. هذا مثلا مطعم مصري هذا مطعم من بعد عربي مكتوب عليه بالعربي. هم السوبر ماركت هذا تلاقي عليه مكتوب بالعربي وهذه المطاعم كلها مكتوب عليها حلال. شايفين كل هذه المطاعم كلها مكتوب عليها حلال حلال حلال. وين ما تروح مكتوب حلال. حتى مطاعم هنا حتى كنتاكي مكتوب عليها حلال. هذه المطاعم كلها حلال. خرعني الباص. هذا مطعم ابو عفيف. هذا ابو عفيف يبيع كنافه ويبيع طبعا ما شاء الله مطعم جميل ومليان بشر. مطعم ابو عفيف وما شاء الله على البنايه هذه جميله. زين وانا نمشي على الصالون.
التفاح الأخضر وهذا بعد هم بعد مكتوب عليه حلال. هذا دومينوز، هذه بيتزا دومينوز. طبعا بيتزا دومينوز مو مكتوب عليه حلال، لكن عندهم بيتزا خضروات، بيتزا يعني في لا تاخذ خنزير. هذا كنتاكي هم حلال مكتوب عليه حلال. هذا بعد كان قاعد دولة عربية، كل شيء بالعربي، هذا الشارع كل شيء فيه بالعربي. هذه أسواق هنا جميلة بس تكون بالشارع، يعني هذه المنطقة الشارع هذا كل أسواق والشارع هنا يبيعون كل شيء، يبيعون ملابس رخيصة هنا، كل شيء ملابس رخيصة بهالشارع. يبي له جولة بعدين ناخذ. هذا مطعم كردستان، وصلنا مطعم كردستان. هذا هو، هذا مطعم كباب كردستان، من أجمل المطاعم في هذا الشارع. ماش كباب، كباب عجيب، حمص، سلطات، ما يطوبكم الأكل يعني.